هبدأ دلوقتي أفتح واحدة لفة جلاش كمان، وتعالوا بقى دلوقتي نعمل صنف كده لطيف. الصنف ده بيتعمل بعجينة اللي هي البوريك التركي، وممكن في مرة تانية نعمله مع بعض كعجينة للي حابب يعني من حضراتكم يعملوا كعجين. لكن دلوقتي احنا هنعمله بالجلاش عشان احنا مخصصين الحلقة دي للجلاش بتاعنا. فتعالوا نقول بسم الله ونقول مقاديرنا مع بعض، وبعدين نبدأ برضو ده حشو حادق. تعالوا كده نشوف ممكن نعمل بيه ايه. عندي للبوريك التركي بالجلاش هستخدم فيه عجينة الجلاش مش العجينة الأصلية للبوريك التركي. عندي جلاش، جبنة بيضة، بقدونس، زيت. الحشو ده يرجع لحضراتكم، أنا عملته بحشو الجبنة لأنه جميل. طيب عندي بقى صوص للبوريك، وده مهم، هو 4 معالق كبار من الكريمي تشيز أو الجبنة الكريمي الكوبايات. عندي فنجان صغير من الزيت، عندي كوباية لبن، وللوش عندي بيضة واحدة، وهاخد شويه من الصوص اللي انا هعمله ده بتاع البوريك اللي قلنا عليه فيه الجبنه الكريمي واللبن وهنخلطهم مع بعض مع الزيت مع شويه سمسم او حبه البركه زي ما تحب. برضو دي وصفه سريعه. تعالوا كده نشوف محتواها ايه. هاخد كده بوله صغيره، ماشي حبايبي، هنحط شويه لبن، وهناخد الجبنه الكريمي زي ما حضراتكم شايفين كده، وهاخد شوية الزيت. ده صوص هدهن بيه الورقات بتاعتها. عايزة اقول لكم الحاجات دي اللي بتطلع المعجنات جميلة وطرية وهشة وحلوة قوي، وحاجات بسيطة كلها وجميلة موجودة في البيت وموجودة في كل بيت. هنقلب تقليبة حلوة كده. انا للأمانة الوش هو اللي هضيف عليه الحبة البركة والسمسم مع البيضة، دول في الآخر خلاص. الجبنه والبقدونس هخلطهم مع بعض عشان انا عايزه اعمله زي خليط كده، ايه، او ممكن انسرها حتت كده واحط عليها البقدونس رش رش، لكن انا هخلطهم ببعض فيسهل شويه علينا الايه الموضوع. طيب وهاخد كده شويه من البقدونس. البقدونس بيبقى طعمه جميل. حضراتكم عايزين تحطوا زعتر، عايزين تحطوا اي نوع من الحاجات التانيه براحتكم، شويه نعناع اخضر او نعناع يعني جاف يدي طعم حلو برضو. ماشي اهي خليط بسيط اهو. وتعالوا بقى هاخد كده وحدات الجلاش دي، بسم الله الرحمن الرحيم كده بالعرض. ليه؟ عشان انا عايزه اخليها تبقى دايرة. هاخد دي اللي ناقصة هنا كده وحبرمها. هاخد كده ممكن عند الطبق ده كده عشان أبقى مسهلة عليا. هاخده كده عشان حضراتكم تشوفوني أكتر. هاخد كده مثلا كده كده، مش شرط يبقى زي الدوائر، لا انا عايزه احطها بحيث كل حته هتتلف يبقى فيها من الجبنه والبقدونس، وتتعمل باللبنه تبقى روعه. اي حاجه عند حضراتكم تقدروا تستفيدوا بيها في الوصفه دي. انا عايزه اعملها كده رول كده. بصوا كل ما احشي كل ما الف كل ما تاخد قطع من الجبنه. هاجي بقى كده وهعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هلفه كده اهو كده اهو هنا، وهكمل هاخد ورقتين تانيين. وانا ليه بقول بالعرض؟ ماشي حبيبتي، هاخد كده بالعرض. طبعا يفضل تبقى ما تكترش عن ورقتين عشان ما تبقاش تخينه قوي، تبقى حلوه وجميله وتحسوا بالحشو فيها. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهبدا اعمل كده تاني هنا، وهاخد الحشو. حاضر، بيقولوا لي تعملي لنا فريسك عشان ما نشتريش حاجات غاليه على البقى، اعملها لكم وهجيب لكم الماكينه بتاعتها. حاضر، وممكن نعملها في طاسه يعني نتحايل على الموضوع نشوف الشكل ده هيطلع ازاي. حاضر، من عيني من عينيا بس كده، ونسأل فيها أهلها ودي أحلى حاجة. بصوا حبايبي أهو
بصوا خدتها كده وهبدا اخد من هنا من اول ما انتهيت وهلف تاني عليها كده، شايفين ازاي؟ وهكمل هاخد نفس القصه دي لحد ما اكمل بقيه الشكل اللي حضراتكم شايفينه. ممكن دي تاخد اخر ورقتين، مفيش اي مشكله خالص كده، ونعملهم مع بعض برده، ما يجراش حاجه حتى لو اتقطعت كده اهو. هكبها كده وهاخد من رشات، من تنفع بقى جبنه وريحان فريش لو عند حضراتكم، اي حاجه من الاعشاب المفيده الخضراء الحلوه هتبقى رائعه جدا في الوصفه دي اهو. هنعمله من عناية يا فندم. انت بتطلب حاجات حضرتك لازم حضرتك تروح المطعم، لان يعني عارف حاجات خاصه قوي، لان صوص الجبنه حاضر من عناية يا فندم اهو. ودي اخر اتنين هنعملهم، نبقى قفلنا القالب بتاعنا ونحط الصوص بتاعنا اللي احنا اتفقنا مع حضراتكم هنعمل بيه بقى ايدينا ايه طراوه، ويطلع الوصفه دي جميله باذن الله اهو كده. شوفوا بقى بعملها على بعيد عشان كل ما الف رول تاخد الرول، تاخد الحشو معايا في كل الحاجات اهو. وهاخد كده وهرول اخر شويه، يبقى لها حته كمان هنا ممكن تدعم بيها، لكن مفيش مشكله. طيب تعالوا بقى نشيل بقى الحاجات دي خلاص، وايه هوريكم بقى شكلها اهو. هناخد بقى الخليط اللي احنا عملناه ده، بصوا كده هحط عليه البيضة، خليني بس أتأكد البيضة تمام. أيه تمام، حط البيضة أيوة لازم، أصل إن البيض بتاع الصيف ده الواحد بيخاف منه. وبعدين هنعمل كده بالشوكة كده، جبنة الكريمي، شوية الزيت، شوية اللبن، وقلبنا كويس. وتعالوا بقى بالفرشة هناخد على الخليط الحلو ده، ممكن جدا بس انا مش عايزاه يطرى، انا عايزاه يبقى طالع هش، لو انا زودت الكميه كلها زي ما بتقول هيطرى قوي، وانا مش عايزه كده، انا عايزه اسقيه لكن بنسبه، عشان كده هو ما يزيدش عن كوبايه على الخليط ده كله، كوبايه واحده من السائل ده كله الخليط بتاعه، خليط السائل نفسه، البيض على الجبنه على الزيت على كل الحركات اهو. هرش على الوش شوية سمسم، شوية حبة البركة، وتدخل الفرن. ده شكلها بعد ما طلعت، تسلم ايديكم وعينيكم، تستمتعوا بيها بقى برضو حاجة جميلة مختلفة. ونستعد بقى دلوقتي عشان استقبل دكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذيه العلاجيه معايا ان شاء الله في الفقره اللي جايه. تستمتعوا وان شاء الله تلاقوا اجابات اسئله حضراتكم موجوده معانا في الفقره الجايه، تابعونا في انتظار حضراتكم.